منطقة جبل الزهور تعاني منذ أكثر من 3 أسابيع من إشكاليات لها علاقة بوصول المياه. إعاقة وصول المياه إلى السكان وإلى الخزانات لم تكن وتتوقف فقط على ارتفاع المنطقة، ولكن أدت أيضا إلى عند وصولها أنها للأسف ليست بذات الجودة. وهذا الموضوع أثر على سكان المنطقة بشكل أساسي ورفع التكاليف أيضا للحصول على تزويدهم بالمياه خلال الفترة الماضية. لمناقشة ومتابعة هذا الملف ينضم لنا على الهواء مباشرة أستاذ عروة الفلايلة المناطق الرسمي باسم مياهنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عروة. يسعد مساكم جميعا، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. وينضم لنا الزميل أكيد ومراسل من هنا نبدأ أسامة بليبلي من منطقة جبل الزهور مباشرة. أهلا وسهلا فيك أسامة. رح نتابع التقرير ونعود لمتابعة هذا الملف. هذا العداد يعود لمشترك في خدمات المياه لم تدر عقاربه منذ أسابيع. إلى 10 سنوات في المنطقة هاي، من خلال شهر 5 و6 و7 و8 هذا بيكون عندنا المية شحيحة جدا. احنا كمان لما تنقطع عنا المية بنطلب تنكات من السلطة ما بيزودونا فيها، احيانا يعني بعد جهد جهيد لما بيبعثوا لك تنك 4 أمتار، ولا في الغالب بيقولوا لك احنا هذا حتى الزلمة اللي بيتصل فينا تاع التنك اذا ما رديتش عليه مباشرة بيقطع الخط وبيحولها لمنطقة ثانية. فهذه المشكلة مشكلتنا احنا، مشكلتنا لانه بتجينا المية انسيابية من الدفع تحت واحنا بالطلعة مش ممكن توصلنا المية لانها شحيحة في الايام هذه خاصة بالصيف. يقع جبل الزهور شرق عمان، منازله على سفح جبل مرتفع بنحو 920 مترا عن مستوى سطح البحر، وهو امر يقلل من فرص تدفق المياه لخزانات المواطنين وفق سكان الحي. المشكلة انه عنا هون احنا المنطقة العالية المي ما بتجينا نهائيا من 4-5 أشهر، وعمالنا بنعاني منها في كل عام مع هالشوب اللي احنا موجودين فيه ومع هالشبس اللي احنا موجودين فيها، لازم منظرولنا بعين الرأفة والرحمة ويتقوا الله فينا. احنا بنعاني من مشكلة في المي، هي ما بتجينا غير الاثنين الفجريات، بنظلنا سهرانين طول الليل عشان بس نحاول نعبي متر مترين، والمشكلة انه كمان نعتمد على مضخات المياه وعلى التنكات اذا ما اجت، فبتلاقيها اسبوع اجت بتعبي متر مترين وباقي الاسابيع بنروح نضطر نعبي من تنكات، ولما شكينا لسلطة المياه حتى التنكات من سلطة المياه ما بتجينا. كل محاولات المشتركين بسد حاجتهم من المياه بوسائل مختلفة كتركيب المضخات لم تسعفهم برفع منسوب المياه في خزاناتهم لأكثر من متر مكعب واحد في الدورة المائية الأسبوعية. أسامة بليبلي، رؤية. تابعنا في التقرير ونعود الأستاذ عروة ينضم لنا على الهواء مباشرة. مساء الخير من جديد. تابعنا في التقرير الإشكالية الموجودة في جبل الزهور، ومن خلال حضرتك يمكن لازم نعرف أكثر شو الإشكالية بالذات والتعامل مع الحالات المرتبطة في المناطق المرتفعة اللي ممكن تكون في العاصمة عمان اللي بتأثر على موضوع التزويد أو وصول المياه. شكرا لك أخت روان. على المشكلة متركزة بالمناطق المرتفعة في منطقة الزهور، يعني حديقة خليل السالم، الحديقة المرورية، وشارع رقية بنت الرسول. في عدة عمارات معروفة لدينا وإحنا بنتابعهم يوم الدور، يعني كل يوم دور نتأكد من وصول المياه لأعلى نقطة في هاي المناطق. المشكلة بهاي المناطق مش عدم وجود مياه، هي عدم اكتفاء وليس عدم وصول. عدم اكتفاء ماذا يعني ذلك؟ يعني بيوصلهم ساعة ساعتين يوم بالأسبوع؟ اشرح يعني لنا. هم بالمنطقة العالية في منطقة الزهور فبتوصلهم متأخر، يعني آخر ناس بتوصلهم بالخط في أيام الدور، فبتوصلهم ساعات قليلة. هلا بيعبوا زي ما حكوا الإخوان المواطنين ما بين 3-4 متر. هلا اللي ما وصلته بالكامل احنا بنتابعهم من خلال صهاريج مياه هنا، بنأمنهم في صهاريج مياه هنا، مش بس هم، كل المناطق العالية في مناطق عمان. هون فعليا لما بنحكي عن موضوع تزويد وتعويض المياه عبر الصهاريج استاذ عروة، كيف عم بيتم؟ يعني في جزء عم بيكون يمكن عنده استخدامات هو مرتبط بالساعه بده يستخدم اكثر، يمكن كيف تقسم الحصص اللي لها علاقه بالصهاريج، وكيف بنضمن انه الكل وصله مي لما خلصت من عنده المي؟ هلا احنا بالمناطق المرتفعه بنتابع، بيطلعوا شباب الفنيين يوم دور المي بيشيكوا على الشبكه بالكامل. اعلى نقطه في المنطقه بيوصلوا البيت، اعلى بيت في المنطقه بيشيكوا المي وصلته ولا لا. هلا احنا اذا ما وصلت المي للبيوت من خلال الشبكه بنزود المواطنين بمعدل 4 متر لكل منزل، حسب على كل عداد بنزوده بمعدل 4 متر على فاتوره المياه، يعني كم استهلاكه بالمي بيحاسب على الفاتوره ما بيحاسب كاش.
نعم هون وفعليا مع ذلك يعني واضح انه بسبب الصيف يعني عم بيكون في نقص والناس عم تضطر تشتري مي في الموقع يعني بعد اذنك. نعم مصروان درجات حراره مرتفعه في استهلاك عالي يعني طبعا زاد الاستهلاك عندنا هاي الفتره تجاوز ال 35%. احنا عم بنضخ في الشبكه يوميا 650 ألف متر مكعب. بدنا نرجع استاذ عروه لنحكي عن واقع عمان ويمكن الصيف والموجه ولانه في كثير ملفات كل مره عم بترجعنا عن موضوع المي ونقص التزويد، بس بدنا نروح لاسامه مراسل من هنا نبدا موجود في الموقع وكمان مع مجموعه المواطنين كمان بنحب نسمع منهم كمان كيف الواقع. اسامه مساء الخير يعطيك العافيه. مساء الخير روان لك وللاستاذ المشاهدين وايضا لضيفك الاستاذ عروه. تفضل اليوم كيف واقع منطقة جبل الزهور منطقة الزهور اليوم امتى اخر مرة وصلت المي كيف الوضع اليوم بالموقع؟ يعني اغلب المواطنين والمتواجدين هنا اليوم في منطقة جبل الزهور وتحديدا بالقرب من الحديقة المرورية على عكس تماما من ما تحدث ضيفك الكريم، يعني المياه هي منقطعة بشكل كامل لا تصل الى المنازل ابدا الا البعض منها تصل بشكل خفيف جدا تكاد لا تعبي سوى متر واحد في الخزانات الأرضية ولا تصعد إلى المنازل نهائيا، مما يضطر المواطنين هنا إلى تشغيل المضخات، بالإضافة إلى أن هنالك حديث أيضا يدور بعملية إغلاق بعض المحابس في هذه المنطقة لتزويد مناطق على حساب مناطق أخرى. الكثير من الأمور الشائكة التي تحدث عنها أهالي المنطقة ويمكن أن نتحدث بشكل أوفى من المواطنين المتواجدين فيها من خلال استضافة بعض الأشخاص المتواجدين هنا للحديث عن هذا الأمر بشكل أوفى حتى يكون الأمر دقيق من لسان المواطن تحديدا. يعطيك العافية، تعرفنا عن حالك. أخوكم محمود الغول عضو مجلس محلي مركز أمن الزهور. حياك الله. هناك حديث بأن المياه تصل إلى المنازل لكن تصل بساعات قليلة، وهنالك حديث أيضا من أهل المنطقة بأن المياه لا تصل أصلا، حدثنا أكثر عنه. والله يا أخي الفاضل أول شيء شكرا لقناة رؤية اللي افتكرت هذه المنطقة شحيحة المياه، يعني بالضبط شحيحة المياه. احنا المفروض انه يضخ الينا الماء يوم السبت، السبت ظهرا عصرا مساء حسب يعني لغاية صباح الاثنين. المي الاسبوع الفائت اجت على الساعة 4:15 وفي مناطق على 6 وفي منازل عمارات كاملة مترين مي ما عبا. طبعا اذا قلنا المي بتطلع على الخزانات ما في صحة في هذا الكلام نهائيا على الاطلاق. احنا قاعدين بنشتري تنكات مية وفي عنا الان وهذا كلام صحيح 100% لعبة المحابس بتتسكر على منطقة محبس، كل جبلنا صار محابس وحتى ركبوا محبس جديد هنا على المثلث، بصير عملية اغلاق للمحابس فالمي بتصل لبعض المناطق على حساب مناطق اخرى. طب يعني ليش هاي مثلا مثل العمارة اللي خلفنا هاي يوم الأحد الفائت ما عبوش مترين مي 10 شقق، جابوا تنكات. مش كل الناس بتمتلك المادة حتى تدفع 40 دينار ثمن تنك مي. احنا ما خلينا باب إلا طرقناه، حكينا مع النواب حكينا مع مدراء المياه ما خلينا حدا. أسامة اشتكينا قدمنا طلعنا برضو ما في فائدة. المية شحيحة عنا وما بتصل للبيوت إلا ضعيفة جدا وفترات محدودة جدا. أسامة ممكن تسأل. نعم روان أيضا يمكن أن نضيف بما يتعلق نعم روان بما يتعلق أيضا في تزويد المنطقة بالتنكات من قبل نعم. السلطة هنالك حديث آخر يدور بأنها العملية ليست صحيحة ولا سليمة نهائيا، هنالك محاولات للحصول على هذه التنكات إلا أن أصحاب التنكات أو العاملين عليها عند الاتصال بهم عند تأخر المواطن بالرد على الهاتف يقوم بتحويل التنك إلى جهة أخرى وهذا الأمر أربكهم. ويمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيف آخر من المنطقة نعم. ليؤكد نعم بالضبط وهنا نعم. أحد المواطنين يعطيك العافية عرفنا يعطيك العافية منتصر عمرو. إحنا من سكان جبل الزهور خلف مسجد الرضوان، إحنا منعاني بشكل من مدة 3 أشهر المي ما بتصلنا نهائيا بانقطاع مستمر، والإدارة في سلطة المي كلهم عندهم علم والوحيد وحاطين لنا يعني مركز للشكاوي اللي هو 117 116 هو عبارة عن وهم يتلقى شكاوي دون أي اتخاذ أي إجراء، يعني لدرجة أنه وصلنا لمهندس كتيبة اللي هو مدير العمليات يمكن هو الشخص الوحيد بسلطة المي اللي فادنا وساعدنا. خلينا نتحدث عن موضوع الصهاريج ما بتصلنا إحنا نعم. صهاريج سلطة المي ما بتصلنا، إحنا بنشتري مي
من الموزعين الخاصين التنك العشرة متر بأربعين دينار. خليك معنا أسامة. خلينا. دينار والمشكلة إنها ماي غير صالحة للشرب حتى. أستاذ غير مراقبة وما عليها أي مراقبة. أسامة خليك معنا رح نروح لأستاذ عروة الفلايل الناطق رسمي باسم مياه هنا. أستاذ عروة يعني استمعنا مباشرة من الناس. في قصة لها علاقة بالمحابس انه في مناطق تغلق على مناطق، في قصة انه مش قادرين يوصلوا للصهاريج، وفي قصة انه حتى لما عم تيجي المي اكيد بتحتاج الموضوع لمضخات للمناطق العليا. من خلال حضرتك استمعنا مباشرة للناس، شو اللي عم بيصير؟ الكلام غير دقيق ستي. ليه؟ احنا يوم الدور عندنا يوم مقدس، ساعة تشغيل الدور ما يعني ما بنتأخر دقيقة. المناطق عم بنضخ عليها، المناطق جغرافيتها مختلفة، في عندنا مناطق منخفضة، مناطق متوسطة الارتفاع، وعندنا مناطق عليا. اللي بيوصلهم الدور أول ناس أول خلال 3-4 ساعات بتكون المناطق المنخفضة، بعدين بتطلع للمناطق المتوسطة، بعدين للمناطق العليا. المناطق العليا بتوصلها ضعيفة بسبب الاستهلاك الزائد في المناطق المنخفضة، فبتوصلهم ضعيفة لساعات قليلة. هذول احنا متابعينهم من خلالنا وبنزودهم بالتهريج من خلالنا. هلا كلام غير دقيق انه في حدا بيسكر وبيفتح المحابس، هذا مش وارد نهائيا. طب هلا استاذ عروة يعني من الميدان عم بيقول لك انه يعني فعليا ما عم توصلها، من المواطنين اللي عم بيحكوا بيقولوا انه عم نبعت شكاوي ومش قادرين نحقق الاستجابه، وبنفس الوقت لازلنا عم نشتري مي. هلا يمكن يكون في مرات نحتاج نوضح كيف بيوصل الصهريج، يمكن بنحتاج نعرف بالضبط كم ساعه رح نتوقع انه توصلنا المياه، يمكن خلال التعبئه بتحتاج لتوعيه بالمنطقه انه ما نستهلك المياه بهاي الطريقه لحب التانك. يعني شو ممكن نتعامل؟ لانه واضح انه المشكله موجوده. بدي الزهور لهم دورين، دور احد على اثنين ودور ثلاثه على اربعه. هلا انا من خلال كشف الشكاوي الموجود قدامي ما في شكاوي كثيرة في منطقة الزهور، اللي أنا أقدر أقول إنه عندنا بؤرة ساخنة من شكاوي المياه وعدم وصول المياه. المية عم توصل بس الأخوان عبدهم زيادة ساعات، وهي هي اللي إحنا ما بنقدر نأمنها بظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. هلا إحنا نطلب من الأخوان المواطنين التعاون معنا بتركيب خزان أرضي مع مضخة على الخزان الأرضي، استخدام المياه بكفاءة عشان تكفي من الدور للدور، تركيب قطع توفير المياه، الابلاغ عن سرقات المياه والابلاغ عن الكسور. انا امبارح ذكرت انه احنا بنترجى الاخوان المواطنين يبلغوا، يعني اغلب يعني مواطننا جدا واعي بس في فئه معينه من الناس بتصور الكسور وبتنزلها السوشيال ميديا من غير ما تبلغ عنها. طب هون استاذ عروه ذكرت يعني واضح انه في عندنا مشكله محدده لها علاقه بطبيعه جغرافيه ولها علاقه بتحديات المياه وموسم الصيف وخطتكم للتعامل مع الصيف، حجم الاستهلاك، وايضا كمان وضع البيوت اللي هو عم نرجع بنحكي اليوم عم نطالب الناس بخزانات ارضيه ومضخات، وكمان انه لازم يمكن بلغوا شكاوى اكثر لنقدر نكون تكون ضمن اولويه المتابعه. بدنا اليوم نوصل لحل. في مواطنين على الهواء يعني عم بيتابعونا وعم بيقولوا ما عندنا مي، وحضرتك ايضا عم بتقول انه في محاولات وفاهمين وضع المنطقه. بدنا نوصل لحل، شو ممكن نعمل اليوم؟ هلا ستي انا كنت واضح، حكيت انه ما في مشكله حقيقيه في المنطقه، المي عم توصل ضعيفه، ما حكيت انه في مشكله. لا يوجد مشكله حقيقيه في منطقه الزهور، منطقه الزهور بحاجه لعدد ساعات اكثر من التزويد. هلا احنا كل الاخوان اللي طلعوا معك في التقرير بتمنى من حضراتكم تزودونا بتليفوناتهم وراح نتابعهم كل يوم دور. استاذ عروة خليك معنا، رح نرجع لزميلنا من الميدان اسامه. يعني هناك تأكيدات أننا نحتاج إلى ساعات إضافية بسبب ضغط الاستهلاك، المشكلة واضح كانت قبل موجة الحر أيضا، وهون كمان في حديث أنه هل يا ترى في إمكانية للمواطنين ركبوا خزانات أرضية ويكونوا قادرين يعني يتعاملوا مع طبيعة المنطقة؟ يعني روان بالفعل نعم روان بالفعل يعني بما يتعلق في تركيب الخزانات الأرضية ليست كل البنايات مجهزة لأن يكون هنالك مساحات لعملية وضع خزانات أرضية، بالإضافة إلى أن هذه الخزانات بلاستيكية وهنالك ضرر من استخدامها في المناطق التي تكون مظلمة بحديث بعض الخبراء يعني بما يتعلق في هذا الموضوع. فلذلك هذه مشكلة أيضا إضافية على المواطن الذي سيتكلف بشراء الخزانات وضع الخزانات وبعض الأبنية التي لا تسمح في وجود الخزانات نهائيا. وبالإضافة أيضا عدد الساعات التي توجد في بعض البنايات ليست كافية، وليست كل شقة لها عداد واحد. فإذا عند تزويد هذه المنطقة بالخزانات من السلطة كل بناية يطلع لها تقريبا تنكين أو صهريجين فقط،
لعدد الساعات لكن في المقابل عدد الشقق هي 8 شقق. أسامة، فإذا هناك مشكلة أيضا في عملية شبكة المياه ووضع الساعات. نرجع نأكد، هل القضية لها علاقة بالأزمة مؤخرا ولا بنرجع نحكي أنه سنويا في هاي الإشكالية المرتبطة بموقع منطقة جبل الزهور؟ لا لا، الحديث من قبل المواطنين، الحديث من قبل المواطنين واضح جدا بأن المشكلة من أشهر سابقة ومن سنوات سابقة، ليست حديثة نهائيا. يعني أحد المواطنين ومن خلال التقرير الذي أعدناه أشار إلى أنه من 10 سنوات يتواجد في هذا المكان، والمشكلة ذاتها بنفس التواريخ التي يعاني منها المواطن، بأن هذه الأشهر سواء كانت الحرارة مرتفعة أو غير مرتفعة هنالك نقص في المياه وتزويد المباني في المياه. شكرا أسامة من الميدان، أرجع لك أستاذ عروة. يعني واضح الإشكالية تحتاج كمان لحلول مجتمعية وتحتاج كمان يمكن لتزويد أدوات، ذكرت موضوع له علاقة بحفظ المياه، أدوات توفير المياه، وأيضا يمكن تركيب الخزانات وغيرها. كيف ممكن اليوم يكون في دعم لتعزيز وضع المنطقة والتخفيف على المواطنين فيها اليوم؟ بس أنا في عندي ملاحظة. تفضل. بحب أشكر أسامة لأنه حط إيده على الجرح زي ما بيحكوا. أسامة ذكر إنه في منازل وعمارات تكون 4 شقق و5 شقق تتزود من عداد واحد، فكمان جزء لازم انه نفصل العدادات، ممكن هذا يخفف عن الناس؟ راح يخفف عليه فاتوره وراح يقدر يتامل بحاجته الاسبوعيه من المياه، هلا عداد واحد بده يزود 5 منازل ما راح يكون عنده القدره انه يزود كل هالبيوت في نفس الوقت، لازم كل بيت كل منزل يكون في عنده عداد، بيوفر عليه فاتوره. هذا على المواطنين، بدنا منكم استاذ عروه المياه هنا شو راح يصير؟ احنا جاهزين، راح نعمل اعاده تصميم للشبكه اذا كانت بحاجه الى ذلك. سيتم التواصل مع كل الإخوان المواطنين اللي طلعوا معنا على التقرير. بس أتمنى منكم تزودونا بأرقام هواتفهم، وراح احنا نعطيكم الفيدباك من خلال حلقاتكم الجاية إن شاء الله. شكرا لتعاونك أستاذ عروة الفلايل الناطق الرسمي باسم مياه، نعطيك ألف عافية. ومراسل من هنا نبدأ من جبل الزهور أسامة بليبلي، كنت معنا على الهواء مباشرة.